بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم لكم في هذا الفيديو سوفتوير اسمه دياجرام إيديتور. هذا السوفتوير يتميز بأنه هو فري سوفتوير وأوبن سورس، ويشتغل على اللي هو الأوبريتنج سيستم اللي هو الويندوز والماك واللينكس. ويستخدم هذا السوفتوير في رسم أكثر من 30 دروينج أبليكيشن مثل الفلوت شارت والإي آر دياجرامز. واللي يخصنا في ذلك اللي هو كيف يستخدم في اللي هو رسم اليو ام ال موديلز اللي هي السيستم موديلز الخاصه بالسوفت وير انجينيرنج. داونلود ذا دياجرام اديتور، بنسيرش عليه في جوجل ونكتب دياجرام اديتور من اول لينك، وديت الصفحه بتاعت دياجرام اديتور، بنضغط عليها واحنا للصفحه اللي هي بتاعت دياجرام اديتور. فبنلاقي هنا دياجرام اديتورز فور ويندوز، وهنا لو انت عندك اوبريتنج سيستم مختلف زي ماك او لينكس. بالنسبه لي انا عندي ويندوز، فبعمل داونلود للسوفت وير من هنا، بضغط على دي فبيحصل لي داونلود حاليا للبروجرام. فبيطلب مني ان انا احدد المكان اللي انا سايف فيه الدياجرام اديتور. بالنسبه لي انا مسيبه على على الديسكتوب، فبختار ديسكتوب واقول له سيف. تو انستول دياجرام اديتور، بروح لللوكيشن بتاعه على الديسك توب وبعمل له انستول منه. حدد اللغه ثم ستريت فورورد اللي هو نيكست نيكست. بالنسبه لللاينس، اللايسنس هو فري سوفت وير، مش محتاج انك تاجري ولا ديس اجري. نيكست نيكست على طول انستول. بختار اللي هو ران دياجرام تو ران، بعد ما اعمل له فينيش اللي هو انستول عشان نشوف الصفحه الرئيسيه بتاعته. فينيش. بعد تشغيل الدياجرام اديتور فبتظهر عندنا الشكل ده اللي هو منقسم الى قسمين، قسم خاص بالتولز وده اللي يهمنا، وقسم اللي احنا بنرسم فيه. نتعرف الاول على القسم اللي احنا بنرسم بيه اللي هو فيه التولز. لو انت جيت من هنا وشفت اللي هي من الجزء ده اللي هو فيه اكس دياجرام اديتور وعملت كليك عليه، فتشالت الصفحه اللي احنا بنرسم فيها. عايز ترجع الصفحه دي مره تاني فبتضغط على فايل بيجي لنا نيو. اذا احنا هنضغط على هذا الجزء علشان نقدر نشرح اللي هي التولز. الجزء بتاع الجزء الخاص بالتولز ممكن نكبره زي ما احنا شايفين. ان الجزء اللي يهمنا اللي هو اختيار نوع الدياجرامز اللي احنا هنرسمه، تايب اوف دياجرام. فممكن ترسم فلوت شارت، ممكن ترسم يو ام ال، ممكن اذر شيتس اند سو اون. اللي يهمنا هنا ان احنا عايزين اليو ام ال. اذا اختيارنا لليو ام ال بيظهر لنا السيمبلز الخاصه باليو ام ال. لو جينا مثلا فور اكزامبل قلنا الفلوت شارت فور اكزامبل، فيظهر لك اللي هي لو انت عايز ترسم فلوت شارت. الحته ديت بتورينا ان اليو ام ال يعني اذر شيتس، انت ممكن ترسم انواع كثيره جدا من اللي هي الدياجرامز باستخدام هذا البرنامج اللي هو الاوبن الفري اوبن سورس سوفت وير. وده زي الفيزيو ولكنه فري، يعني ما بيكلفش طالب او اي حد يعني تكلفه على الاطلاق. فاحنا يهمنا اللي هو اليو ام ال دياجرام. فلما اخترنا اليو ام ال وتحديد التايب بتاع الدياجرامز اللي احنا هنرسمه، فظهرت لنا السيمبلز بتاعت اليو ام ال دياجرام. لما بتقف عليها وتقلب الباك جراوند الى اللون اللي هو الازرق الفاتح، فمعناها ان ديت ايه سيلكتد. وكل رمز بتقف عليه بيقول لك هو اسمه ايه. وطبيعه الحال ان السوفت وير ديفلوبرز فاهمين الرموز ديت بتستخدم في ايه. مثلا ده اللي هو الاكتور وديت اليوز كيس، ويعني والاسهم المختلفه اند سو اون، وديت اللي هي الكلاس زي ما احنا هنتعرف عليها في الرسم. طبيعه الحال لو انت مثلا اخترت اللي هو الرمز اللي هو بتاع اليوز كيس الاكتور ده وجيت ترسم هنا، مفيش اي حاجه تخليك ايه ترسم هنا، لازم ان انت تجيب اللي هي الصفحه بتاعت الرسم. في جزء تاني برضو فوق هنا في التولز ديت، وده مشترك يهمني ان انا اشرحه برضو، ديت ان انت ازاي تسلكت حاجه. لو ديت ازرق وانت تيجي هنا تسلكت اي حاجه فتختلف الحاجه ديت. هنا لو انت ضغطت هنا بيحدد لك المكان اللي انت هتكتب فيه حاجه، فبالتالي لو انت ضغطت هنا وعايز تكتب في مكان معين بتحدد هنا، لكن ازاي تكتب بتضغط على ايه؟ على تكست هنا. هنا برضو لو انت
عايز تستخدم ارو عالي لاينز او كده، وهوريك ازاي تغير اللاينز والاتجاهات بتاعه الاسهم. ان لو عايز تحرك اللي هو دايجرامز بتاعك زي ما انا هوريك في الرسم وكده يعني، فديت اهم حاجه. طبعا في هنا تولز مختلفه ممكن ان انت تتعرف عليها بنفسك، لكن اللي يهمني دلوقتي ان انا ارجع اللي هي الصفحه بتاعه الرسم مره تانية. فهعمل فايل وهاخد نيو، ظهر لي الصفحه اللي انا برسم فيها. مهم قوي ان انا اركز على اللي هي الخطوط اللي هي ديت اللي هي من البيج سيت اوت، من البيج سيتنج. فلو جيت اشوف اللي هو البيج سيتنج، قبل ما اظبط معاكم اللي هي البيج سيت اوت وهاو تو برينت وهاو تو درو، في جزء عايز اعرضه على حضراتكم مهم. انا كنت نزلت اللي هو البرنامج ده في السي، في البروجرام فايلز، في ديا، تيجي على باينري فولدر وتيجي هتلاقي فيه نوعين من اللي هم بيشغلوا البرنامج، اللي هو ديا بس وديا دبليو. فأي واحد من دول ممكن تاخده شورت كات على الديسك توب وتبقى تشغل منه. هوريك الفرق بين الاثنين. لو انا شغلته من اللي هو ديا بس، فظهر عندك اللي هي السكرين اللي هي البلاك سكرين دي والجزء اللي انت بترسم عليه منفصلين. فلو جيت تحرك اللي هو زي ما هنا كده بيظهر لك الجزء اللي هو بتاع التونس. انت ما انتش عايز اللي هو السكرين السمرة دي، لما تيجي تشيل اللي هي البلاك سكرين بي كيرفول ان انت تضغط على كلوز، لان لو ضغطت على كلوز هيقفل البرنامج معكم. فاحنا هنعمل لها ايه؟ مينيمايزيشن. يبقى ده اول جزء. اول جزء هو تبين قدامنا ان انت ممكن تحرك اللي هو الكانفاز اللي هو فور دروينج، وممكن تحرك اللي هي تولز زي ما انت عايز. ده اللي هو اول جزئية من اللي هو البرنامج اللي هي دايا. لو حبينا بقى نشوف ايه الفرق بين دايا ودي ودايا دبليو، نضغط على دايا دبليو ونشوف الفرق. البرنامج بيشتغل عادي اللي هو دايا دبليو ده، بس بدون اللي هو البلاك سكرين. يعني ده الفرق اللي هو بين الاثنين. انا شخصيا بفضل ان انا بشتغل من خلال اللي هو دايا دبليو، ولذلك دايا دبليو ديت اللي انا اعمل لها شورت كات على اللي هو الديسك توب بتاعي. بالشير شورت كات، ظهرت الشورت كات على الديسك توب، هشغل منها. بالنسبة للجزء اللي هو اللي بتاع التولز ده، تلاحظ ان انت ممكن تحرك منه زي ما انا حركت دلوقتي، او تكبره او تصغره اللي هو كده. لو كبرت اكتر من كده هتظهر التولز بتاعتك اللي هي في كولوم واحد فوق. فهو انا بفضل انها تبقى بهذا المنظر، يعني بحيث انها تبقى ظاهرة قدام اللي هي كده، واختار منها. وبفضل ايضا ان انا لما اجي اشتغل بخلي الكنفاز يكون الكنفاز على يمين التولز. من النقاط المهمة جدا اللي هي ازاي تتعرف على البيبر البيج يعني اللي انت هترسم فيها والحدود بتاعتها، وتقدر تميز الانهي بيبر سايز اللي انت بترسم فيه عشان لما تيجي تعمل برينت. يفضل في هذه الحاله ان انا اكبر اللي هي لوحه الرسم فبقت بهذا المنظر. اللي احنا شايفينه هنا الخطوط اللي هي الزرقاء اللي هي البلاك بوردرز ديت، دي بيج وديت بيج ودي بيج ودي بيج ودي بيج. فبالتالي لما تيجي ترسم ان الرسم بتاع يبقى في بيج واحد، علشان لما تيجي تعمل برينت يقوم البرينتر يجيب لك الرسومات بتاعتك في البيج. لو الرسم بتاعك خرج في حدود الصفحه الثانيه بقى مديت السهم مثلا او كده وخرج في البيج الثانيه، هيبقى الرسم ايه؟ متقطع. فديت اللي هو بالنسبه للبيج. فازاي نسيت يعني بالنسبه لك تقدر تميز اللي هو ان ديت البيج بوردر، وازاي تعرف اللي هو البيج طيب اللي انت بترسم عليها. كل ده بنيجي من هنا من فايل. لما نفتح الفايل، ما نفتح الفايل فبتلاقي فيه عندك اللي هو دايجرام بروبرتيز والبيج سيت. الاوامر ديت كلها معروفه بالنسبه لك يعني، لكن احنا هنشوف اللي هو البيج سيت اب. فبتلاقي البيج سيت اب اهي، هو حتى رسم لك هنا البيج وادي الحدود بتاعتها ديت البيج اهي، وديت اللي هي سايز A4 يعني ديت. لو حبيت تغير السايز طبقا للرسومات اللي انت عايزها والسايز بتاع البيبر اللي عندك، فممكن من الدروب داون لسه دي تختار اللي انت عايزه. بالنسبه لنا هنعمل اللي هي الاي 4 عشان لو حبينا نعمل برنت، او تيجي تعمل اوكي تقفل معاك اللي هو الجزء اللي هو بتاع البيج سيت اب، وبعدين نروح نشوف الجزء اللي هو الخاص بالدايجرام بروبرتيز. في الدايجرام بروبرتيز اللي يهمنا فيه كلمه الكالرز دي،
ففي هنا البيج بريك، بيج بريك اللي هي الحدود بتاعت ايه الصفحه زي ما هو كاتب، فهو هنا عاملها باللون الايه الازرق. لو من الدروب داون ليست ديت عشان تشوف اللي هو ايه، انا هختار انها تبقى باللون الاحمر واعمل له اوكي. فادي ادي حدود البيبر، يبقى انت شايف ديت حدود ايه اللي هي البيبر اللي انت هترسم فيها. ده موضوع مهم جدا، لان انت هتحتاج ازاي بعد ما ترسم هاو تو برين، ديت نقطه مهمه جدا. لو صغرنا اللي هو الكانفاس زي ما هو موجود كده، هتقدر ايه تظبط اللي هي البيبر اكتر، وتظبط التولز بتاعتك اكتر and so on.